مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السابع في مدرسة الأندلس، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الوحدة الثامنة، الآلات البسيطة. الدرس الرابع، ما فوائد الآلات البسيطة؟ أهداف الدرس: الهدف الأول، يصف الطالب فوائد الأنواع المختلفة للروافع والآلات البسيطة. الهدف الثاني، يبين الطالب كيف تحقق الآلات البسيطة مبدأ حفظ الطاقة. نشاط افتتاحي، استخدم المفكات المختلفة في الطول لنزع غطاء علبة الطلاء. ناقش مع زميلك أي من المفكات كان أسهل في نزع الغطاء. طبعا كما نعلم الذي كان أسهل في نزع الغطاء هو المفك الأكبر طولا. النشاط واحد، ما الفائدة من تنوع الآلات البسيطة؟ على سبيل المثال، هذه الآلة ما نوعها؟ هي البكرة. هل هي مضاعفة للقوة أم لا؟ طبعا البكرة الواحدة الثابتة لا تضاعف القوة. أي من القوة أو المقاومة تتحرك بعيدا عن نقطة الارتكاز؟ الاثنين نفس البعد. ما فائدة استخدام هذه الآلة؟ فقط تسهيل العمل عن طريق تغير اتجاه القوة. هذا الملقط المخبري، نوع الآلة نسميه الملقط، يعتبر رافعة من النوع الثالث، وهو غير مضاعف للقوة، والذي يتحرك بعيدا عن نقطة الارتكاز هي المقاومة. ما فائدة استخدام هذه الآلة؟ فائدة استخدام هذه الآلة أنها تؤدي العمل بسهولة وأكثر دقة. هذه كسارة الجوز، هذه تعتبر رافعة من النوع الثاني، توفر القوة أو تضاعف القوة. لماذا؟ لأن القوة تتحرك أبعد من المقاومة. ما فائدة استخدام هذه الآلة؟ إنها توفر القوة أو تقلل القوة المطلوبة أو تضاعف القوة الموجودة. هذا المستوى، اسم الآلة هو المستوى المائل، وهي مضاعفة للقوة، نعم، الذي يتحرك بعيدا عن نقطة الارتكاز هي القوة. فائدة استخدام هذه الآلة أنها توفر القوة أو تقلل القوة المطلوبة. هذا الشاكوش الذي يستخدم في خلع المسامير أو نزع المسامير من الخشب، هذا رافعة من النوع الأول لأن نقطة الارتكاز في المنتصف، وهذا يوفر القوة أو يضاعف القوة. الذي يتحرك بعيدا عن نقطة الارتكاز هي القوة، وفائدة أنها تقلل القوة المطلوبة لنزع المسامير. هذا مقبض الباب، هنا الآلة البسيطة في هذه الحالة هي العجلة والمحور، ومضاعف للقوة هذا النوع من الآلات البسيطة اللي هو العجلة والمحور يضاعف القوة، والذي يتحرك بعيدا عن نقطة الارتكاز هو القوة، وفائدة هذه الآلة أنها توفر القوة أو تقلل القوة المطلوبة. أسئلة المتابعة، أي من تلك الآلات هي مضاعفات للقوة؟ كما قلنا كسارة البندق والمستوى المائل والشاكوش والعجلة والمحور. ما سبب استخدامنا للآلات التي لا تقوم بمضاعفة القوة؟ من الممكن أنها لأجل أن تكون بدقة أعلى لزيادة الدقة وتسهيل العمل، أو أحيانا مثل الملقط فإننا نمسك به أشياء خطرة كالفحم المشتعل وهذه الأشياء. يبقى بعض الآلات لا تقوم بمضاعفة القوة، ولكن فائدتها أنها تقلل الخطورة للإنسان أو تزيد من القوة، من الدقة، تزيد من دقة أداء العمل. هنا أعزائي الطلاب، البرغي اللولبي كما نرى، سن البرغي اللولبي هذا يشبه المستوى المائل الملتف، لذلك نقول أن البرغي اللولبي هو مستوى مائل ملتف، تؤثر القوة باستخدام المفك الذي يتحرك مسافة أبعد من تلك التي يتحركها البرغي، يزيد ذلك من القوة التي تسمح لنا بإدخال البرغي في قالب الخشب. إذن أعزائي الطلاب، سن هذا البرغي يعتبر مستوى مائل ملتف،
وهو تطبيق من تطبيقات المستوى المائل. نشاط 2، ما هو لولب أرخميدس؟ هذا اللولب يستخدم في رفع الماء لأعلى عند دورانه. يبقى إذن تستخدم هذه الآلة هي لولب أرخميدس لرفع الماء إلى أعلى حتى ننقله من مكان إلى مكان آخر. السؤال من أسئلة المتابعة: لماذا يجب أن تكون الساق المتصلة بمقبض اللولب طويلة جدا؟ هذه الساق المتصلة لماذا يجب أن تكون طويلة؟ كلما كانت هذه الساق طويلة هذا يوفر الجهد، يكون تأثير القوة أكبر. هذه نقطة الارتكاز، وهذه القوة كلما بعدت القوة عن نقطة الارتكاز يكون تأثير القوة أكبر ويتم إدارة هذه الآلة بسهولة، يبقى لتكون القوة المطلوبة أقل. هذا ما تعلمته. يمكن أن تسهل الآلة البسيطة العمل من خلال مضاعفة القوة بتأثير قوة صغيرة مبذولة مثل زالة المسمار، أو تغير اتجاه القوة مثل استخدام البكرات الثابتة المفردة، أو تقليل القوة للحصول على تحكم أكبر ودقة بالعمل مثل استخدام الملاقط. أيضا تعلمنا أن لولب أرخميدس هو آلة بسيطة تستخدم في رفع الماء عن طريق تدوير اللولب، ويستخدم لتدوير هذا اللولب يد أو محرك، وهو مثال على مضاعف القوة. إذن اليد التي تستخدم لتدوير اللولب هذا هي مثال على مضاعف القوة. إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.